برضو لسه ناقص حاجة. بكرة في نفس الميعاد. القهوة يا أستاذ. ايه ده؟ سكرها كتير قوي. معلش يا أستاذ، أصل مقلبها بصباعي. طب نجرب اعملي غيرها. برضه ما حدش هيتفرج. يا سلام. ليه يا استاذ؟ انا قلت لك قبل كده 100 مره انك لسه عايش في القرن اللي فات. ايقاع الحياه اتغير، الجمهور ما عندوش وقت، عايز الجديد. الجمهور النهارده عايز القديم، القديم باسلوب عصري متطور. يا قاسم، القديم عمره ما يموت، بيفضل دايما جديد. سيد درويش جديد وهيفضل جديد، ام كلثوم، عبد الوهاب، الموسيقى العربيه، فريد الاطرش. افكارك دي اللي جابت الفرقه الارض، عشان كده انا اسف اني افض الشركه معاك. كان نفسي افضل شريكك على طول، انما ما افتكرش كان ممكن نستمر مع بعض. على العموم العود هتلاقي عند الاستاذ رستم المحامي. نفسي اسمع بعد كده ان الفرقه بتكسب وبتجيب فلوس. والله الكل مجتهد النصيب يا سياسم، مش معقول كنا نكسب وحضرتك موجود. متشكر. اديني سيرتك، بكره نسمع ديونك وصلت لكام الف. الديون دي كانت على ايامك. ايام انا؟ اه طبعا. مين اللي خلانا نستلف من تفيدة ونتحمل فوائد السلفة؟ مش حضرتك؟ الاتفاقيات اللي كنت بتعملها، اهمالك، عدم اخلاصك، فلوس الفرقة اللي كنت بتاخدها وبتلعب بيها. صح. اتمنى ان نتقابل تاني. ما افتكرش او ما احبش اشوفك بعد كده. ما تستعجلش، مين عارف يمكن تحتاج لي. طول عمرك بتعترف ان انا بعرف اجيب فلوس من تحت الارض. ان شاء الله مش هحتاج لك ابدا. اتمنى لك التوفيق. زعلان عشان قاسم هيمشي؟ ابدا، بالعكس، انت عارفه ان ده املي وامل الفرقه كلها. اسبقيني انت على البيت. ما تتاخرش، وراكي على طول. يا مدام، 6 قهوه و2 شاي. طيب، يبقى الحساب 122 قرش. اهلا اهلا ست تفيدة، ازاي الصحة؟ الصحة تبقى عال لما الفلوس تبقى عال وتندفع في ميعادها يا استاذ حسين. والله انا اعرف ناس كتير عندها فلوس وصحتها وحشة جدا، ويتمنوا يدفعوا كل ثروتهم في سبيل ان صحتهم ترجع لهم تاني. المهم، خلينا في المهم. تسمح تسلمني القسط؟ مدام تفيدة، في كلمتين اتنين كنت عايز اقولهم لك. خليهم دلوقتي، المهم القسط قابلك. أنا فضيت الشركة مع قاسم و... الكلام ده ما يهمنيش، أنا جاي أقبض، تسمح تسلمني القسط؟ يا ست تفيدة، إحنا طول عمرنا جيران ونعرف بعض كويس جدا. أنا فكرت ليه حضرتك ما تستغليش فلوسك في مشروع زي الفرقة وتحلي محل قاسم؟ أشاركك؟ أيوه. تسمح تسلمني القسط؟ يا ست تفيدة، انت ست غنية وعندك فلوس كتير. يعني ايه؟ يعني ليه حضرتك ما تستغليش فلوسك في مشروعات زي دي؟ مشروعات زي دي؟ ايوه. ده المسرح بتاعك ده كله مفيش حاجة تشجع الواحد يرمي فيه فلوسه. يا ست تفيدة، أؤكد لك الفرقة دي هتكسب فلوس كتير قوي. يا عم فن ايه؟ الشنطة.
الشنطة. شنطة ايه؟ انا عندي تلات اربع بنات بسفرهم بيروت، ينزلوا يلموا شوية بضاعة من سوق الطويلة ولا من الحمرة، شي كرافتات على شي قمصان على شي منطلونات على طقم صيني اللي يلاقوه، يتفسحوا لهم يومين تلاتة وينزلوا معاهم الشنطة، استلم انا البضاعة والزبون يجي لحد عندي اكسب الشيء الفلاني. وحشة دي، تحب اسفرك بيروت وتشيل شنطة؟ يا ست دفيدة اؤكد لك الفرقة دي مكسبها مضمون، انت هتساهمي بفلوسك وانا هديكي 50% من الارباح. انا هحضر لك العقد ونعرضه على رستم بالمحامي. يا ست دفيدة جربي، مش هتخسري حاجة. دايما تقنعني يا سي حسين، افكر بس بشرط. اتفضلي اموري. وانت جاي بكرة تجيب معاك الاس؟ موافق، بعدنا بكرة عند المحامي. اهلا اهلا مدام تفيدة. اهلا. الصدفة السعيدة دي، ازيك يا سي قاسم؟ انا حظي سعيد جدا. وانا اللي حظي وحش جدا. ليه بس؟ ولا مؤاخذة النهاردة مفيش ولا شغلانة قضيت، كل ما اروح لواحد احصل منه القسط ما يدفعش. ما هو الواحد لازم يدي فلوس والواحد مضمون. كل اللي بيستلفوا بيكونوا في الاول كده، يبقوا عاملين كويسين وطيبين. زي حسين مثلا؟ حسين ده غلبان. غلبان؟ انت يظهر على نياتك يا تفيدة هانم. تعالي تعالي تعالي. اتفضلي يا تفيدة هانم. أنا فاهمك، حسين ده هو اللي مخسر الفرقة بتصرفاته. وده من إيه؟ أنا كنت شريك وعارفه كويس، ده مش بتاع شغل، ده عايز الفلوس تجيله لحد عنده وهو قاعد، من الصنف اللي يقول لك اغرق وغرق شريكك. يا سلام، أنا ما كنتش أعرف عنه الحاجات دي. يا شيخة أنا ما صدقت خلصت منه. أنتوا خلاص فضيتوا الشركة؟ الحمد لله، المحامي هيكمل كل حاجة النهاردة. وناوي تعمل ايه؟ اوه مشروعات كتير قوي. شوفي يا تفيدة هانم، انا عندي مبدأ عمري ما غيرته، ما كانش القرش يجيب 100 مرميش في المشروع. القرش يجيب 100؟ امال ايه؟ يا سلام، انا عندي مشروعات تكسب دهب. دهب؟ زي ايه مثلا؟ تعرفي لو كنت قابلتك من يومين بس. كان في ايه؟ كان عندي مشروع مهم قدمته للمقاول ريحان ابو قوره، تعرفيه؟ اللي عرف مين ما يعرفش ريحان ابو قوره، يبني العماره من هنا ويبيعها من هنا وتقع بعد كده. انا افضل اسحب المشروع منه وانفذه انا وانت شركه، انا افضل اعمله معاكي. انما تعرفي انك ست طيبه قوي يا تفيدة هانم، انا حابب اجيلك البيت بقى عشان نتكلم في المشاريع. عنديش اي مال، تشرف. تحب اوصلك؟ اتفضل وصل يا حبيبي. استاذ قاسم. ها؟ 2.5 جنيه مشاريب. بكرة. هو سعادتك جاي بكرة؟ ما تبي تمر عليها في البيت يا بنت. ما يحكمش يا سي قاسم، خليهم عشانك. صح. رستم بي. اهلا يا حسين، وحشتنا. أنا فضيت الشركة مع قاسم، وعايزك تحضر لي عقد فسخ الشركة معاه، وفي شوية حاجات كده في الشغل يهمني آخد رأيك فيها. أوي أوي، تحت أمرك. لا مش رايح المكتب الليلة. تعالى البيت يا أخي، وأنت غريب. يمكن البيت مش مناسب. أبدا، ده بيتك. حاضر. اسمع، دي حتى دلال هتفرح لما تشوفك. الساعة 8. اتفضلي يا هانم. اهلا اهلا. ادفع؟ عيب، وده يصح برضه. منتظرك، اديك عرفت بيتي. ايوه يا ستي، قدام بيت سي حسين. ما هو ساكن قصادي، على راي محمد رشدي، ساكن قصادي وبحبه. طيب اسيبك انا بقى. الف سلام، مع السلامه.
باي. اهلا ست تفيدة. اهلا بيكي يا حلو. ما تتفضلي، ده احنا جيران. معلش، مع السلامة. يا اختي وانت ما عندكيش الا مع السلامة؟ ها؟ يا اختي بزوريني مرة، ده انا عندي شوية فساتين من لندن، من شارع اكسفورد ستريت، يعني الشواربي بتاع لندن. ان شاء الله هبقى ازورك، مع السلامة. مع السلامة. نتنا قوي زي جوزها. اهلا يا حسين. مساء الخير يا دلال. انا سعيده قوي انك جيت تشوفني. ميرسي ميرسي يا حبيبي. الاستاذ رستم موجود؟ انت جيت قبل رستم؟ ايوه، في مساله مهمه جدا عايز اكلمه فيها. يا خساره، انا كنت فاهمه انك جاي عشاني، عشان تشوفني. ارجوك اذا كان الاستاذ موجود عايز اقابله ضروري، اصلي مشغول جدا ومعنديش وقت. ما عندكش وقت، كنت زمان بتحب تستنى معايا بالساعات، فاكر؟ فاكر يا حسين؟ حسين، الاستاذ رستم ميعاده معايا الساعة 8. وانا انا ميعادي معاك امتى؟ هشوفك امتى؟ خمس دقايق مش بس. ممكن يا دلال، مش ممكن ولا دقيقة واحدة. حسين ارجوك. دلال، قلت لك انسى الموضوع ده خالص. مش قادر. احترمي المكان اللي انت عايشة فيه، احترمي جوزك اللي فتح لك بيته. جوزي مش فضيلي. تحب اقول انك الراجل الوحيد اللي حبيته؟ تحب اقول له جواباتك ليا؟ تحب؟ اسمعي، انا مصمم ان اكون انسان نظيف قدام نفسي وقدام جوزك، انت فاهمه؟ اهلا اهلا يا حسين. اهلا رسم بيه. شريفه ما جاتش معاك ليه؟ اصلها تعبانه شويه. انا متاسف قوي لازعاجك وانت تعبان، لكن اعمل ايه؟ انت الملجأ الوحيد اللي لقيته قدامي يا اخي. دي اسرة قديمة وصداقة متينة بيني وبين المرحوم والدك، وبيني وبينك بعدين. ما هو ده اللي خلاني اجيلك، عشان تنقذني من الهم اللي انا فيه. هم؟ غير فضل الشركة مع قاسم؟ خير؟ الفرقة حصل. ازاي؟ مصاريفها كتير اكتر من دخلها، واجور الممثلين مرتفعة، وانا في الحقيقة مش قادر اواصل لوحدي. احسن يا حسين، انا خلصت من قاسم. شكرا. المهم، مادام تفيدة ليها ديون على الفرقة، انا مستعد اسددها لها، وانا عرضت عليها انها تمول الفرقة، او على الاقل تشترك فيها. حضرتك كلمت مادام تفيدة؟ انا عرضت عليها المشروع، لكن دي ست دماغها ناشفة قوي، والظاهر انها مش مقتنعة بالمشروع. ارجوك يا استاذ رستم، هي بتثق فيك، حاول تقنعها، او على الاقل تشوف لي ممول تاني ينقذني باللي انا فيه. ربنا يقدرني على خدمتك. استاذن انا بقى. مش معقول اما تتعشى معايا. معلش، اصل شريفه لوحدها في البيت وتعبانه شويه. دي دلال هتزعل قوي. مره تانية ان شاء الله هكلم حضرتك بكره. انا طول عمري مش هنسى جميلك ده ابدا. ما تقولش كده، ده اقل ما يمكن من صديق لصديقه. انت طول عمرك مخلص وفي، ولا يمكن في الزمان ده الاقي زيك. تصبح على خير. وانت من اهله. كده بالسرعه دي؟ عن اذنك يا هانم. ده انت بتتقل علينا قوي يا حسين بيه. يا ستي، شريفه لوحدها، والراجل بيحب مراته، ما يقدرش يسيبها لوحدها وحيده. عن اذنك. عن اذنك. كان عايز ايه؟ واقع في مشكلة بخصوص المسرح، عليه ديون وجاي عشان اساعده. هو طول عمره كده، ما بيحتاجلكش الا في المشاكل بس. امال انت عايزه الناس تجيني من غير مشاكل؟ بعدين المحاكم تقفل والمكاتب تشطب. لا مش قصدي، بس اصل حسين عمر ما جالك الا في مصلحه. ما تنسيش انه صديقي واخلص اصدقائي، راجل مشغول بمسرحه. هاتيلي كاس بقى على الماشي. مش ضروري الليله، خد اجازه. الك...
الكاس اللي بشربه اعتبريه روشتة من دكتور. لو كاس واحد معلش، انما عشرة. خلاص يا ستي هاتيلي كاس على بال ما احضر التلج. Hey!
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي بعيد ايه الورد ده كله؟ معجبين؟ المعجبين كتير يا قاسم. مالك؟ كروان، كروان انت عارفه ان انا بغير عليكي، بغير عليكي من نسمه، بغير عليكي من نفسي، بغير عليكي من عيون الناس اللي عايزه تاكلك اكل. صحيح يا قاسم. امتى؟ امتى بص الاقي في ايدي الفلوس اللي انا عايزها؟ امتى؟ مش ممكن اخليك تشتغل هنا ابدا، مش ممكن. نتجوز يا ريت، ده اليوم اللي انا بتمناه فارغ الصبر. خساره، خساره شبابك اللي زي الورده المفتحه ده يدبل هنا. انا عايزاه يدبل وانا جنبك وفي بيتنا ومعانا اولاد. امتى حبيبتي؟ امتى الحلم الجميل ده يتحقق؟ ممكن يتحقق لو بطلت قمار. ها؟ بس انا اصلي خسرت كتير الليله ولازم اعوض. هو انا بقى ما معيش فلوس. معلش حبيبتي، هما كلهم 100 جنيه. 100 جنيه بس. هتخسر برضه. ما تخافيش حبيبتي، انا اصلي حاسبهم بالمليم. لغايه امبارح كان 350، ودلوقتي هاخد منك 100 يبقوا 450. ونقفل الحساب على كده. عشان خاطري حبيبتي كروان، انا ماليش حد في الدنيا غيرك، يعني لو ما خدتش منك انت اخد من مين؟ صدقيني حياتي، انا بكره العب بالفلوس لعب، ونعيش ونتجوز ونخلف صبيان وبنات. ها عشان خاطري، ولا نخلف بنات بس؟ ها شايف؟ شايف عماله تعد فلوسها ازاي؟ مالهاش شغله في حياتها غير كده. عارفه يا روحي؟ ايوه حياتي. مش عرضت عليها انها تشترك في الفرقه او تمولها؟ انت مش قلت لي ان قسطها جاهز؟ ما هو جاهز طبعا، بس انا قلت محاوله اخيره تنقذنا من الفلس اللي احنا فيه. رستم بيه هيجهز كل حاجه ويرد عليا بكره. انت قابلت رستم بيه؟ في المكتب؟ لا والله، فوت عليه في البيت. طبعا شفت مراته؟ يعني دخلت كده سلمت ومشيت على طول. حسين. نعم. انا ما بحبش الست دي. شريفه حبيبتي، يعني الحق عليا اني قلت لك ان انا كنت اعرفها قبل ما نتجوز؟ عشان كده انا ما بحبهاش. شريفه يا روحي، ده ماضي، ماضي وانتهى خلاص. معقوله يا روحي برضو تغيري من الماضي؟ طبعا الست اللي تحب جوزها تغير عليه من كل حاجه. انا عايز افهم حاجه، انت بتثق فيا ولا لا؟ تثقي فيا ولا لا؟ واثقة، واثقة اني بحبك. مفيش حد في حياتي غيرك. امال ايه يا روحي؟ انا ما مالكش حق انك كنت تقولي انك كنت تعرفها. تعالي هنا، حيرتونا وجننتونا. بقى الواحد يحكي لمراته تقول له حكيت لي ليه؟ ما يحكيلهاش تقول ما حكيتليش ليه؟ جننتونا بعلوك الصغير ده. انا مفيش في حياتي حد غيرك، وما بحبش حد غيرك، مش هحب حد غيرك ابدا ابدا ابدا. حسين. نعم. ليك عندي مفاجأة، انما ايه؟ ايه؟ دي احلى.
حسين؟ 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 سونا؟ حسين؟ 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 بص عليك يا حسين، بص عليك. صبيتي؟ تعال. الله. ايه رايك يا حبيبي؟ يجنن إن يروح. بمناسبة ايه؟ انت ناسي ان بكره عيد ميلادك ولا ايه؟ سوري كنت ناسي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انت طيبه يا روح. بلطو ده فيك على الشتاء. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ابدا ابدا. عيد ميلادي دي معناها حفله وعزومه ومصاريف لا ما تحملش هم. الفرقه كلها عملت جمعيه عشان حفله عيد ميلادك. وبالمناسبة تخلص من قاسي. والحفلة امتى ان شاء الله؟ بكرة بالليل ان شاء الله. بكرة بالليل؟ طب خلينا بقى في النهاردة. خدعتني وقلت بحبك، صدقت وسلمتك يا قلبي، خدعتني وقلت بحبك، صدقت وسلمتك يا قلبي، وقلت ليه عايش لوحدك من غير ما اعرف ايه ذنبي، خدعتني 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 وقلت بحبك. شيطانة ليه بتتعبني أنا بس بطل شيطانة ليه بتتعبني أنا بس بطل شيطانة ليه بتتعبني
انا ده انا كل ده لا لا لك 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 اشوفك كهربا بتكهربني كهربا لما اشوفك كهربا بتكهربني كهربا كهربا في قلبي وعيني كهربا في قلبي وعيني اي 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 من الكهربا لما اشوفك كهربا مدام رستم حرم الأستاذ رستم المحامي صح؟ أيوه. تسمحي لي أقعد أصلي أما بتكلم وأنا واقف بقى. أقعد. أحب أتشرف. قاسم شريف، كنت شريك الأستاذ حسين في الفرقة المسرحية. حسين؟ واحد من زباين الأستاذ المحترمين. إشكالات وديون. أنا قلت أريح دماغي وأخلع. صح. على فكرة الأستاذ رستم كان قدم لي خدمات أحب أردها له. بس أنا متأكد إنه هيرفض. عشان كده قلت أخد رأيك في الهدية اللي هقدمها له. لكن دي حاجة خاصة بيك أنت. تفتكري إنه يقبل الهدية؟ والله دي حاجة خاصة بيه هو. وهو كذلك. أنا هحضر الهدية وأتصل بيكي. ويمكن الهدية الحلوة تكون الحلوة. صح؟ أحبك تتأكدي إن نيتي حسنة جدا. أنا دايما بشوفك هنا في النادي ومعجب بيكي لأنك بتحب الرياضة وسبور وحلوة. صح؟ ميرسي. أنا بعرض عليكي صداقتي. عايزك تثق فيا زي ما حاسق فيكي. عايزك تعتبريني الصديق المخلص. متشكرة. إذنك. عندي معاد دلوقتي. ما اوصلك. هستنى كتير. وماله؟ استنى، استنى للصبح. الزهر بينا كلام كتير. جنيه، دول اخر قسط لست تفيدة.
ربنا يسدد دينه. والله حسين ده طيب استاهل كل خير. انا حاسس ان الحال هيتصلح بعد ما سابنا سي قاسم. خدي عد الفلوس دول كده عشان تاكل. يا ساتر. ايه يا ترى ينفعه؟ مفيش خوف ما دام النمر باينه خلاص. يا جماعه جاهزين؟ ايوه يا فندم. عدتوهم؟ ايوه 500 جنيه. طيب ربنا يستر. يا تفيده انت مش هتخسري حاجه ابدا. قولي لي ايه رايك؟ وانا ضامن حسين. يا رستم بيه انا مرميش فلوسي في الهوا. اقري العقد قبله. نقرا. وافقت؟ لا لسه بتقرا العقد. قرينا. ايه رايك يا تفيده هانم؟ تسمح تديني القسط؟ ايه اللي مش عاجبك في العقد؟ يا حبيبي ده كلام فارغ. بس ايه اعتراضاتك على المشروع؟ يا رستم بيه مش ضروري اتكلم. انا عارف تفيده هانم كويس. احسن حاجه عندها انها تسلف فلوسها بالفايز. امال الفايز يا سي حسين؟ عمل غير شريف، غير مشروع. انا اللي اعرفه انه عمل تجاري وبس. لا، الربا شيء والتجاره شيء اخر. تسمح تلهمني على القسط؟ شفت؟ شفت ان ما عندهاش قلب؟ ما عنديش قلب جايز، لكن عندي حق. خلاص. خلاص يا ست تفيده خلاص. اتفضلي. فلوسك اهي. عديتهم؟ عديهم. سلفيهم لحد تاني بالفايز. اخربي بيهم بيوت. ادخلي بيهم الجنة. اخش بيهم الجنة، اخش بيهم النار، مالكش دعوة أنت. أنا حرة. سطر كمبيالاتك أهو. ابقى اخش بيهم الجنة. دي كل الكمبيالات؟ عدهم. أعمل إيه يا رستم بيه؟ أعمل إيه؟ أغير مبادئي؟ لا لا لا، إيه ده يا حسين؟ أنا هحاول أكلم لك وزارة الثقافة علشان تتبنى المشروع. هياخدوا فرقة مديونة يعملوا بيها إيه؟ حسين ما تيأس، أنا هقف جنبك حتى لو دفعت من جيبي. عن إذنك. هنتقابل تاني؟ اما اشوف ضروري افكر. مع السلامة. الله يسلمك. دلال، دلال، تعرفي الجدع ده منين؟ وانت يهمك في ايه؟ يهمني سمعتك. سمعتي؟ انت بتغير عليا؟ جوزك صاحبي. صاحبك ده يبقى جوزي انا، وانا شخصيا ما يهمنيش. اسمعي، انا ما احبش انه يعيش معاكي هو مخدوع. مش فاهمه. يا هتتعدلي يا هفهمه على كل حاجه. صحيح، هو لازم يعرف كل حاجه. لازم يعرف اني بحبك انت وبكرهه هو. لازم يعرف اني كل ليله بقرا جواباتك يا حسين، بقراها وانا لوحدي، دايما لوحدي. دلال، خمس دقايق، خمس دقايق بطلبهم منك اشوفك فيهم رفضت. كان لمصلحتي ومصلحتك. حوري له جواباتك كلها. ما تقدريش. هقول له انك بعتهم اليومين دول مش من زمان. الجوابات ملهاش تاريخ. مش ممكن. ليه؟ انا نفسي اتطلق منه. انا امنعك. نتفق. شروطك. مش عاوزه اكتر من خمس دقايق. خمس دقايق بس، وبعد كده مش هتشوفني تاني. وتجيبي لي كل جواباتي معاكي؟ الساعة 8 بكرة. فين؟ انت عارف. باي باي. مش كان بقى احسن؟ على الاقل كان بقى لك مركز.
ركز، انا مش بتاع مراكز. انا كل اللي شاغل تفكيري هو ان انا ابني مستقبلي ومستقبلك. انا مستقبلي الجواز يا اسم، ان ما كنتش قادر قول لي انت في حل من وعودك ليه يا احلى. الله الله الله، ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا كروان؟ اخر حاجه كنت اتوقع اسمعها منك. يا اسم انا عايزك تعتمد على نفسك، تريحني من الشغلانه اللي بشتغلها دي، انا تعبت بقى، قول لي وريحني يا اخي. طيب يا حبيبتي، انفذ بس المشروع اللي في دماغي ده وكل اللي انت عايزاه هيحصل. مشروع ايه بس؟ الله، وانا ما قلتلكيش عليه؟ لا، ده مشروع كبير قوي، بكره نلعب بالفلوس لعب. السيدة تفيدة، سأحضر إليك غدا مساء الساعة 10 حسب الاتفاق. آسف. من لك شخصية غريبة؟ رزل مش كده؟ انت بتقول كده عشان اقول العكس؟ مش هقول. طب اقول انا؟ ما يشكر في نفس ال... لا، عمري ما كنت ابليس. شوفي، انا جايلك في موضوع مهم جدا، هعرضه عليكي وطبعا هتوافقي. طب قول الاول. عندي مشروع، لو ما كنتش غالي عليا ما كنتش عرضته عليكي. مشروع ايه؟ مشروع تجاري طبعا، هنشارك بعض، يا انا وانت ورستم بيه، يا انا وانت وبس. انا هتكسبي دهب. انت فاهم ان تحت القبه شيخ؟ امال ايه؟ تحت القبه ولا مليم، كل الفلوس في البنك. ها؟ حلو. بس باسم جوزي، عمارات باسم جوزي، اطيان باسم جوزي. انا محيه جدا يا استاذ قاسم، وده اللي تعبني مع جوزي. غريبه دي الحقيقه. شيء مؤسف. طب تسمحي لي اقول لك حاجه؟ من كل قلب انا بكلمك، اعتبريني اخوكي، اعتبريني الصندوق المقفول اللي فيه كل اسرارك، انا تحت امرك في اي وقت تحسي في محتاجه، اقصد محتاجه الاخ. اخ منك انت. يا استاذ حسين، انا امي عيانه ولازمني 30 جنيه عشان ادخلها المستشفى. انت مش واخد الجمعه اللي فاتت 20 جنيه عشان تدخلها المستشفى؟ لا، دي كانت خالتي. ومش واخد 50 جنيه الجمعه اللي قبل اللي فاتت عشان خالتك ماتت؟ لا، دي كانت عمتي. عمتك؟ ها؟ اه. يا جماعة، أنا حاسس إني بطلب منكم المستحيل. أنا حاولت أكمل معاكم، وكنت واثق من عزيمتكم وكفاحكم جنبي، لكن نسيت إن الفلوس هي كل شيء في الدنيا، وعشان كده أنا بحل نفسي من اتفاقي معاكم، لمصلحتكم طبعا أولا. أنتوا وراكم مسؤوليات عائلية، وأنا خلاص مش قادر أجيب لكم أجوركم، لا المستحقة منها ولا المتأخرة. مفيش داعي للتشاؤم يا حسين، محدش من الفرقة اشتكى، كل واحد بيشتغل معانا بقلبه. ولما القلب يتعب نعمل ايه؟ انا كتاب مفتوح يا شريفة، لازم اواجه الامور بصراحة. سيبونا لوحدينا يا جماعة. شريف، اسبقيني انت على البيت. انت مش مروح؟ عندي مشوار كده صغير، ويمكن اتاخر فيه شويه. Thank you.
مش غلط انك تقابل مرات صاحبك في فيلا ولوحديكوا. اسمعي يا دلال، بطلي محاورة، انا جيت حسب وعدي وطلبك. ممكن نخش في الموضوع على طول كده من غير ما تشرب كاس معايا؟ دلال، انا عايزك تفهمي كويس، الحب اللي كان بيننا انتهى، ما عنديش مانع يكون صداقة، وصداقة متينة، غير كده ما عنديش وقت يا دلال. من امتى بتحسب الوقت لما بنكون مع بعض؟ من وقت ما اصبح وجودنا مع بعض غلط. وجودنا مع بعض دي اجمل ذكرى في حياتي. خليها تبقى ذكرى، الذكريات بتعيش في خيال الواحد بس، مش في الواقع. يبقى سيبني عايشة في الخيال، ليه عايز تصحيني من الحلم الجميل اللي انا عايشة فيه دلوقتي؟ دلال، جبت الجوابات؟ معايا، لكن مش هديهم لك، ارجوك ارجوك سيبهم معايا، دول اللي فاضلين لي منك. عشان تهدديني بيهم مش كده؟ انا ما اقدرش اهددك، ده انت حياتي. قد ايه كنت بصدقك زمان ودلوقتي؟ دلوقتي بسأل نفسي، يا ترى الكلام ده بيصدقه قاسم؟ حسين، انت بتغير عليا؟ بتغير عليا يا حبيبي؟ انا بغير على صاحبي، جوزك الطيب اللي مش مخليك عايزة حاجة. انا نفسي افهم، انت ناقصك ايه في حياتك؟ يوه، ناقصني كتير. انت ناقصك ضمير حي، ضمير صاحي يحاسبك ويفكرك بحدود عواطفك، ناقصك مراية تبصي فيها وتشوفي حقيقتك. انت الحقيقة الوحيدة اللي في حياتي يا حسين. طول عمرك ما انتش عارفة انت عايزة ايه من الدنيا. انا عايزك انت. دلال، احنا مش لبعض، الظروف حكمت بكده، نخلق احنا ظروف جديدة. انا مستعدة اسيبه، اسيب رستم يا حسين. بس انا بقى ما اقدرش اسيب مراتي. بتحبها يا حسين؟ من اي حاجة في الدنيا. وانا يا حسين. انتي جزء من شبابي يا دلال، انتي الذكرى اللي مش ممكن هنساها مهما حاولت، وعشان كده عايزة تفضل عايشة جوايا نظيفة، عايز ادخل بيتك والاحترام اللي بيننا موجود. ممكن يا دلال، ممكن. عندك حق، انت دلوقتي نورتي. والله انت كنت
بتأدي فلوس ولا ايه؟ تحصيل النهارده. اه حظ كويس. مش بطال. ربنا يزيد ويبارك. نتكلم بقى في مشروعنا. مشروع ايه؟ المشروع اللي كنت جاي. المشروع اللي ايوه. برافو عليك، اديك فاكره اهو. واستلمت المشروع؟ طبعا سحبته من عند المقاول وفضلتك انت عليه. يا سلام. والله بس الراجل زعل قوي واتأثر. يا سلام. وما كانش عايز اسحب المشروع من عندي. يا سلام. لكن ايه اللي يا سلام يا سلام؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي يا سلام على شطارتك. الله يخليك، كل ده عشان خاطر عيونك كده. عشان خاطر عيوني. مناسبتها ايه؟ مناسبتها؟ ايه ده بقى؟ ايه مناسبتها؟ ايه؟ مناسبتها؟ ايه ده بقى؟ ايه مناسبتها دي؟ بتضحك على ايه؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ بقى المشروع كان عند المهاوي الرحال. طبعا. يا حرامي يا نصاب يا مصر. المعلم نفسه قال انك حرامي واكبر نصاب كمان. انت قلمت القلم. انت تخرج بره. اخد بس بره الغير طول النساء. يلا. المطره تحت ما عندكيش فكره شكلها ايه. ليه يا حسين؟ ليه؟ ايه اللي خلاك تروح عندها ليه؟ غصب عني. بس كان لازم اعمل كده. كان لازم؟ ازاي كان لازم؟ ازاي كان لازم؟ ازاي تروح ازاي؟ شريف اللي عملته ده عشاني وعشانك. علشاني وعلشانك؟ ازاي يا حسين؟ ازاي يا حسين؟ شريف انا كنت متاكد اللي حصل ده ما يزعلكيش، كنت متاكد انه يرضيكي. يرضيني ازاي؟ ده ما يرضيش اي حد يكون عنده ضمير. ده ما يرضيش ربنا. ما يرضيش ربنا. لا ربنا يسامحك يا ستي. سامحني؟ سامحني ازاي؟ ايه اللي خلاك تروح عندها؟ ايه اللي خلاك تروح عندها؟ كان لازم يا شريفه، كان لازم. كان لازم اصفي حاجات كتير بيني وبينها، كان لازم اخلص، كان لازم استريح انا. على ام يا ست اطمني اطمني، محدش شافني. ازاي محدش شاف؟ ازاي محدش شاف؟ شريفه من فضلك ارجوكي ما تعذبينيش، كفايه العذاب اللي انا فيه من جوه كفايه. ابعد عني، ابعد عني. شريفه حبيبتي، شريفه انا محتاج لك اكتر من اي وقت تكوني جنبي. انا ماليش غيرك، ماليش غيرك يا شريفه، ماليش غيرك. ابعد عني، ما تلمسنيش، ما تلمسنيش. شريفه ابعد عني. بدل ما تلعب قمار سدد الديون اللي عليك. مين قالك ان انا مش هسدد ديوني؟ اتفضلي. فلوس ايه؟ سدد ديوني يعني. هاتي احسن يروحوا منك. يعني خلاص يا حبيبي، ربنا حقق املنا اخيرا. ولسه بكره هتشوف انا هعمل ايه. طب اول حاجه هتعملها ايه؟ اول حاجه انفذ المشروع اللي في دماغي. فاكراك هتقول هنتجوز. ما تسيبك من حكايه الجواز دي دلوقتي. رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي ما رجعتش ولا حاجه، بس بقول يعني ناجل حكايه الجواز دي شويه. ها؟ عن اذنك. انت خارج؟ رايح ادرس المشروع. ترجمة
صورتين بعشرة جنيه ملوثين بالحبر. خد عيد مال. هي لهو يما. انت بتشتغلي ايه؟ في السياحة. ايه مضيفة؟ يا لهو يما. لا تجرة شنطة، انما ايه؟ اعرف بيروت حتة حتة، سوق الطويلة وسوق صرصق وسوق اياس. ايه علاقتك بالست تفيدة؟ كانت هي اللي بتسفرني الله يرحمها، وكنت بقعد ليلة في اوتيل نيويورك. نيويورك؟ اللي في ساحة البرج. اصل الاوتيل ده بقى كلهم ولاد كار، اللي جاي على مركب واللي جاي بطيارة. عصر الكلام بقى كنت برجع ومعايا الشنطة وفي ايدي كيس فستق. كانت الله يرحمها هي اللي بتقزقزه. مين اقرب الجيران للمرحومة؟ ها البيت اللي قصادك ده. البيت اللي قصادنا ده؟ وقد ثبت من المعاينة ان شقة القتيلة بيع نافذة تطل على المنزل المقابل، وقد قررنا الانتقال الى المنزل المذكور لسؤال اصحابه. صباح الخير. صباح النور. الاستاذ حسين موجود؟ لا مش موجود. مين موجود دلوقتي؟ المدام. ممكن اقابلها؟ قولي لها عايز اديني سامي. دقيقة واحدة. مدام في واحد عايز حضرتك بره. نهارك سعيد يا هاني. عز الدين سامي وكيل النيابة. أنا آسف على إزعاجك. أظن حضرتك عرفت إن امبارح حصلت جريمة قتل في البيت اللي قصادكم. حضرتك كنت تعرفي تفيدة هنا؟ اه طبعا كنت اعرفها. كنتوا بتزوروا بعض؟ لا. ما كانش في بينكم وبين بعض اي علاقات عمل؟ لا. امبارح بالليل حوالي الساعة 10:30 مساء ما لاحظتيش اي حاجة غريبة في شقتها؟ اقصد ما سمعتيش صوت مثلا؟ لا. حضرتك كنت فين في الوقت ده؟ كنت هنا في البيت طبعا. ايوه اقصد في اي مكان في البيت. كنت في البلكونة. بلكونة؟ كنت في البلكونة في البرد ده؟ ايوه اصل انا دايما بستنى جوزي في البلكونة. ولما رجع حسين شفتيه؟ لا اصلي انا كنت دخلت. يعني ما شفتهوش؟ اصل هو اتأخر شوية وبعدين كانت الدنيا بتمطر فدخلت على طول. وتأخر لامتى؟ يعني رجع الساعة كام بالظبط كده؟ يعني في حدود الساعة 11 كده تقريبا. 11؟ لما رجع كنت نايمة؟ لا كنت صاحية. الأستاذ حسين الواحد يلاقيه فين دلوقتي؟ تلاقيه في المسرح. في المسرح؟ متشكر يا فندم. واحدة ست عاوزة تقابل سيادتك يا فندم. أنا ست فيهم؟ بتقول اسمها دلال. طب روح. حاضر.
وسهلا. اهلا وسهلا. صباح الخير يا اسم. صباح الفل. ده ايه السعاده دي كلها؟ ارجو اني ما اكونش ازعجتك. بالعكس، دي اسعد لحظه في حياتي. اسم، تحت امرك. اسم، انا جايلك في خدمه. اؤمري. اخر مره كنا فيها سوا قلت لي اني ممكن اعتمد عليك. وانا في خدمتك. انا في مشكله واعتقد ان محدش غيرك هيخلصني منها. وانا من ايدك الشمال لايدك اليمين. انا في ورطه ماليه. خير؟ انا محتاجه قرشين. معايا خاتم سوليتير، خلي عندك احسن لو رهنت جوزي هيعرف. وال المبلغ كام بالظبط؟ 500 جنيه. دلال هانم، انا كنت منتظر اليوم ده بفارغ الصبر عشان اثبت لك حسن نيتي واخلاصي. اتفضلي. الخاتم اهو. ها؟ وده معقول برضو؟ طب على الاقل اكتب لك بيهم وصل. مش ممكن، هو خلاص مفيش خير في الدنيا ولا ايه؟ اسم بيه، انا مش ممكن انسلك الجميل ده. عن اذنك لحسن مستعجله. ما هو بدري يا مدام. كروان، اصل الهانم كانت مفاجأة مش كده؟ لا ابدا يا روحي، بس اصل الحكايه الكلام ده كان زمان، دلوقتي في ناس تانية. عن اذنك يا اسم بيه. انستي وشرفتي. ابي تعالي. ايه؟ مرات واحد صاحبي بتمر بأزمة. يا سلام، يا سلام على إخلاص الأيام دي. كانت جاية لي في مشكلة. مشكلة غرامية تقصد؟ وبعدين معاكي؟ عندك حق، مش من حقي أكلمك بالشكل ده. أنا مش فاكرة شفتها فين. شفتها فين؟ إلا قولي. قريت الجرايد؟ لا، فيها إيه؟ حادثة فظيعة قوي، ست غنية اتقتلت واتسرق فلوسها. طب ايه الغريب في كده؟ ما هي حادثة بتحصل كل يوم. القتيلة اسمها تفيدة زكي، تعرفها؟ تفيدة زكي؟ لا ابدا معرفهاش. الا ما قلتليش مين الست اللي كانت هنا دلوقتي. قلتلك دي مرات واحد صاحبي. وناوية تسيب جوزها ولا ايه؟ مين قال لك الكلام الفارغ ده؟ امال هتتجوزك ازاي؟ مين قال لك ان انا هتجوز؟ انت مش ناوي تتجوزها؟ أنا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. أبداً؟ نهائياً. يعني كنت بتكذب عليا؟ بتلعب بيا؟ وأجور العمال، هنعمل فيها إيه؟ والله أنا محتارة خالص يا أستاذ حسين. دول بقالهم شهر ما قبضوش. وكل شوية واحد منهم يجي لي يسألني هنقبض إمتى؟ أنا خلاص، مش عارف أعمل إيه. مش ممكن يا بيه حد يسلفنا من هنا ولا من هنا، لغاية ما ربنا يفرجها. وهنفضل نستلف لامتى؟ وهنسدد الديون دي ازاي؟ جواب علشانك يا استاذ حسين. من مين؟ واحدة ست. طب سيبوني دلوقتي. حسين، اكتب اليك للمرة الاخيرة لأودع حلم حياتي وشبابي، ومع هذا مبلغا من المال.
ليساعدك على الظروف التي تمر بها دلال. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا فندم. الاستاذ حسين موجود؟ نقول له مين يا فندم؟ عز الدين سامي وكيل النيابه. حاضر. قل لي يا فندم، يا ترى انت تعرف تفيده هانم؟ الله يرحمها. انتوا دفعتوا لها 500 جنيه من الفرقه؟ ايوه يا بي. يا ترى في الاحوال دي بتأيدوا نمر البنكنوت؟ لا يا بي. خساره، يهمني اعرف نمر الفلوس اللي دفعت لها من الفرقه. في حاجه مهمه قوي ممكن حضرتك تستدل بيها على الفلوس دي. ايه دي؟ واحنا بنعد الفلوس وقع عليها دوايه حبر. دوايه حبر؟ ايوه يا بي. وانتوا دفعتوا لها المبلغ كله اللي اندلق عليه الحبر؟ ايوه يا بي، ده حتى كان كل الرصيد اللي في الخزنه. متشكر قوي. العفو. مع السلامه. الأستاذ حسين؟ أيوة يا فندم. عز الدين سامي وكيل النيابة. أهلا وسهلا يا فندم. أي خدمة؟ أنت طبعا تعرف تفيدة هانم. بالطبع، والله أنا زعلت عشانها أوي، ولو إني بيني وبينك ست كانت تستاهل القتل. من أنهي ناحية؟ كانت بخيلة ومرابية وما عندهاش ضمير و... القصد بقى اذكروا محاسن موتاكم. سيادتك تحب تشرب قهوة، شاي، حاجة ساعة؟ لا ميرسي. قول لي يا حسين. نعم. انت مفيش بينك وبينها أي خلاف؟ تقصد إيه بالسؤال ده؟ ولا حاجة، مجرد إجراءات. أبدا، ما كانش في بيني وبينها أي خلاف. انت رجعت البيت امبارح الساعة كام؟ حوالي الساعة 10 كده. ما لاحظتش أي حاجة غير عادية في بيتها؟ والله ما خدتش بالي، أصل الدنيا كانت بتمطر. أنت متعود دايما ترجع البيت في المعدة؟ تقريبا، ولو إن امبارح اتأخرت شوية. أقدر أعرف كنت فين امبارح قبل ما ترجع البيت؟ مش قادر افهم ايه مناسبة الاسئلة دي كلها. ولا حاجة، قلت لك انها مجرد اجراءات. والله كنت في اي مكان، مش فاهم دي تهمك في ايه يعني. عاوز اعرف كنت فين بالظبط. هو انا موضع شبهة؟ جاوب، كنت فين بالظبط؟ انت قصدك تتهمني انا؟ شيء غريب والله، ما كنتش اعرف اني لازم اقدم تقرير للبوليس عن كل حياتي الخاصة. كنت فين يا؟ كنت في اي مكان؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ تسمح؟ الفلوس دي جبتها منين؟ وايه المناسبة؟ عاوز اعرف الفلوس دي جبتها منين؟ حاجة غريبة خالص. الأصح بقى إنك توجه لي التهمة مباشرة بدل الأسئلة دي كلها. هو أنا متهم بقتل تفيدة؟ أرجوك تجاوب، من مصلحتك إنك تجاوب. عاوز أعرف كنت فين امبارح بالليل؟ والفلوس دي جبتها منين؟ أنا ممتنع عن الإجابة. قبضوا عليه. قريتي جرايد النهارده؟ انا مش مصدقه. معقول الاستاذ حسين الفنان الرقيق يقتل؟ ايه راي حضرتك؟ مش عارف اقول ايه. انا حاطلها على ملف التحقيق وبيديني خبر.